أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الاثنين عن اندلاع حريق ضخم في تمام الساعة 2 فجرا في مركز التموين التابع للشركة الواقع في مطار هواري بمدينة دولي. وذكرت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بالفيسبوك أنه لم ينتج عن الحريق خسائر بشرية، إلا أنه تم تسجيل خسائر مادية كبيرة بينما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم تشكيل خلية أزمة لضمان الخدمات اللازمة على متن الرحلات المغادرة من الجزائر ضمان تقديم وجبات خفيفة. وصرح النطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي أن الرحلات الخاصة بالشركة لن تتأثر، وتابع قائلا: نحن في فترة الذروة وأغلب الرحلات تكون ممتلئة، خاصة الرحلات القادمة من أوروبا، ويوجد ضغط كبير علينا. وذكر أن الشركة ستصدر بيان خاص لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالحادث خلال الساعات القليلة القادمة. جدير بذكر أن الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت أمس عن تغيير برنامج الرحلات من الجزائر إلى لندن نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو.